قمنا بتنصيب القطاع الاطارات اللي خاصه بقطاع سكن كمدير السكن، مدير التجهيزات العموميه، مدير يعني لو ديك، مدير التعمير في الولايات، وقبل نهايه الشهر ان شاء الله راح يكون مدير الهيئه الوطنيه للمراقبه التقنيه لو سي تي سي، ومدير سي ان ال. هكذا تكون يعني وزاره السكن ممثله في الولايات الناشئه عن طريق المديرين تاعها. طلعنا على المكاتب الجديده اللي وفرت للمديرين، يعني توفير جو تاع عمل ملائم للمديرين، ايضا نكون اقرب من المشاكل اللي تكون مطروحه في قطاع السكن. تم منح الولايتين عده برامج على غرار ولايه المغير، ان تم منح برنامج تقريبا 6000 وحده سكنيه من اعانات وتجزئات اجتماعيه. نفس الشيء تقريبا في ولايه ولاد جله 2000 وحده سكنيه، ان بوليكلينيك، مقر للامن الوطني. يعني هذه كمرحله اولى باش نخلي نمد دفعه جديده للولايتين، وتكون عندهم التجهيزات العموميه اللي تخلي المواطن في اريحيه. وضعنا برنامج في سنه 2022 انه على الاقل 50 او 60% من الولايات اللي فيها برنامج عدل ننتهي من البرنامج تاع عدل 2 اللي كانت تجربه يعني شيقه وخلتنا نضبط الامور. الان مده الانجاز في وكاله العدل المسيطره عليها كال 200 سكن اللي قمنا بوضع الحجر الاساسي تاعو في المغير، يعني في ولاد جلال اليوم ضبطنا الامور انه 200 سكن راح ان شاء الله ننجزها في ظرف سنه.